اليوم راح نتكلم عن طلاب موهبة الذين ينافسون للوصول للعالمية. 320 طالبا من المنتخب السعودي للأحياء ينافسون 80 دولة في مسابقة الرياضيات والعلوم في أولمبياد الأحياء الدولي 2023 الذي تحتضنه جامعة الإمارات في مدينة العين الإماراتية، بعد أن تم إعدادهم لسنوات بشراكة استراتيجية بين موهبة ووزارة التعليم وبرعاية من صندوق البيئة. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف المشرف على المنتخب السعودي للأحياء الأستاذ يوسف الشهراني. حياك الله أستاذ يوسف. الله يحييك. يا مرحبا. في البداية حدثنا عن هذه المشاركة، تفاصيلها، متى تم الاستعداد لها؟ الله يحفظك، سعيد جدا بالتواجد معكم وشاكر لكم هذه التغطية الرائعة. يا مرحبا. نتواجد هنا في للمشاركة في الأولمبياد 34 أولمبياد الأحياء الدولي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، والذي ينطلق بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. نعم. الأولمبياد الدولي للأحياء هو أكبر تجمع عالمي في مجال الأحياء، تتواجد معنا 80 دولة و 320 طالب. نحن نشارك في 4 طلاب يمثلون المنتخب السعودي. جميل أستاذ، تفضل كمل. تفضل. أي بالنسبة للاستعداد خلونا نبدأ من بداية الاكتشاف. تم اكتشافهم من خلال مسابقة موهوب، وهي مسابقة تقام سنويا لاكتشاف الطلبة والطالبات الموهوبون في جميع مناطق المملكة. بعد ترشحهم وتجاوزهم للمسابقة يتم انضمامهم إلى المنتخبات السعودية. المسابقة موهوب تشمل تخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والعلوم والمعلوماتية، وتستهدف طلبة التعليم العام. بعد اجتياز المسابقة، هي أصعب يعني مرحلة، هي مرحلة الاكتشاف طبعا، يتم اكتشاف هؤلاء الموهوبون ثم ينضمون إلى المنتخبات السعودية. طبعا بعد انضمامهم يدخل أطوان التدريب من خلال معسكرات تدريبية تمتد لسنوات كما ذكرت، وفي كل معسكر تدريبي يتم ترشيح الأجهز منهم للمرحلة التالية. يتخلل هذه المعسكرات أيضا تدريب عملي، التدريب عادة يكون على أيدي مدربين محليين وعالميين خبراء في علوم الأولمبياد، يتعرضون لاختبارات عديدة محاكية للأولمبيادات الدولية، بعد ذلك يتم تجهيزهم للتنفيذ. جميل. طيب أستاذ يوسف، لما نتكلم عن المشاركين والطلاب، ودنا نعرف يعني كيف جهزتوهم، كيف اخترتوهم، خصوصا يعني حسب ما عرفنا أنه 3 قطاعات مشاركة لأجل هذه المسابقة. صحيح، المملكة العربية السعودية تشارك في 6 أولمبيادات دولية، نتكلم عن الأولمبياد الدولي بخلاف المشاركات الإقليمية الأخرى. في هذا الشهر يشارك منتخب الأحياء السعودي ومنتخب الرياضيات السعودي وكذلك منتخب الكيمياء السعودي ومنتخب الفيزياء السعودي. في هذا الشهر، الشهر القادم إن شاء الله منتخب المعلوماتية، وفي ديسمبر حيكون منتخب العلوم. يعني غريب. تفضل. بالنسبة للاختيار كما ذكرت من خلال مسابقة محلية، مسابقة موهوب، وهي مسابقة مفتوحة للجميع، يشارك فيها سنويا ما يقارب 30,000 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة. يعني تسميتها بأولمبياد الأحياء، يعني ليش ما سمي بأولمبياد العلوم؟ لأنه في رياضيات وفي فيزياء وفي تخصصات أخرى. هي أولمبيادات مستقلة. يعني عندنا 6 منتخبات. عندنا منتخب الأحياء السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء السعودي. عندنا منتخب الرياضيات السعودي يشارك في أولمبياد الرياضيات العالمي. الأولمبياد العالمي. أيضا منتخب الفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء العالمي. وكذلك بالنسبة للكيمياء والمعلوماتية والعلوم. وبالتالي إحنا لدينا 6 منتخبات تشارك في 6 أولمبيادات دولية. 6 تخصصات. متى حنبارك لكم إن شاء الله؟ متى النتائج؟ نقول إن شاء الله. طبعا الطلاب على يعني مستعدين على أكمل وجه.
لدينا في رصيدنا 3 شهادات تقدير وميدالية فضية حققناها في العام الماضي، حققها طالب يدا وهو متواجد أيضا معنا في هذا الأولمبياد، نتمنى إن شاء الله أنه يحقق أعلى من ذلك. كذلك متواجد معنا طالب نواف حقق في نواف المطير، حقق في السنة الماضية شهادة تقدير، نتمنى أيضا أن يحقق ميدالية أعلى في هذا الأولمبياد. الطلاب على يعني مستعدين ومتحمسين جدا، المشاركة فعلا هي يعني تكلم عن دول سبقتنا بسنوات في هذا المجال ولديهم خبرة واسعة، ولكن نطمح بحول الله تعالى أن نحقق نتائج رائعة في هذا العام. حيكون الحفل الختامي بإذن الله يوم الاثنين القادم، وبالتالي إن شاء الله نفرحكم بنتائج طيبة بإذن الله. طيب أستاذ يوسف، يعني التخصصات اللي أنت ذكرتها تخصصات جدا دقيقة، تخصصات جدا عميقة ومي بسهلة، إيش مشاركات الطلاب اللي شاركوا فيها أو الورقة اللي قدموها في المسابقة؟ الجميل البداية كانت تقريبا في 2003-2004 من خلال منتخب الرياضيات، ثم بدأنا نتوسع في المشاركات. الآن لدينا كما ذكرت 6 منتخبات. المملكة العربية السعودية الآن هي تنافس ولا تشارك، هي تحضر للمنافسة. احنا لدينا اكثر من 58 ميدالية في خلال مشاركات المنتخبات في الأولمبيادات الدولية، احنا لدينا رصيد رائع جدا من خلال هذه المشاركات. الاختبارات هنا عالية الجودة، عالية المستوى، يعني الأسئلة هي أسئلة مبتكرة جديدة ترتكز على آخر البحوث المطروحة في هذه المجالات. ممتاز. وبالتالي الأسئلة تحتاج إلى تدريب عميق جدا حتى يكون الطالب مستعد لتحقيق إنجاز. فلكم التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله يكون لنا نصيب الأسد في استضافة الفائزين إن شاء الله في حلقات برنامج من السعودية. نبارك لكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لك، كان معنا عبر الهاتف المشرف على المنتخب السعودي للأحياء أستاذ يوسف الشهر.